السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ والله يا اكابر، بعد ما قررت اعمل اكلة هالورق بالطبيعة الخلابة ما في مجال، خلص مقررة بدي اطبخه على الحطب. عملت لكم هالصحون وهالسكاكين وهالمعالق، الا اترى المطبخ اخذته معي هاللحمات ومشيت لكم على ضفة هالنهر، وعم دور على مكان يليق باكلة هالورق، في مي وفي وخضار وبنفس الوقت مكان لشعل الحطب اقدر اخذ راحتي. كان الصبح وهدوء وصوت هالمي بيشرح القلب، والعالم عم تعمل رياضة وانا كمان معاهم ما شاء الله شادي نشيطه. وعلى البسكليت يا اكابر، وجاري عده هالمطبخ معي، الله لا يرويكم دخيل قلبكم. اسمعوا للاخر، لا تروحوا الفيديو منكم، عن جد نصيحه، اسمعوا للاخر الفيديو كتير حلو. والله يا اكابر وانا ماشي على هالطريق توقع معلقه من هون ورتشيلا، يوقع صحن من هون ورتشيلا، طب يوسف متعتر وراي قاعد على الكرسي وما اضطريت استعمل جرس البسكليت لانه مثل ما بتعرفوا حاملي هالمطبخ معي وهالطناجر وهالصحون وهالمعالق، وعم يقرعوا أنا مراقدة قدامي وعم تفتح لي طريق على صوت هالقرقعة، شايفيني حاملة ومحملة. لقيت لكم مكان حلو على هالشلال هالطاولة وهالكراسي، مع بيلها المي ولا حزرجو. ما هون المشكلة، المشكلة إنه كان في زلمة كبير ختيار قاعد على هالطاولة وساكت. قمت قلت يلا أنا بحط أغراضي هون، حدو وبطفشو. كيف بدي طفشو؟ شعلت لكم هالمسجلة وقويتها على الآخر، عطيتها. ما تقولوا هلا هالختيور قام رقص وكيف، قالوا شو يقول لي دي ارابيسك موسيق، انه هاي يعني موسيقى عربيه يتفين انه كتير حلوه، تعري عجبته. طفشنا ولا طفش يا اكابر؟ لقيت حالي الا مبسطه بهالارض وقاعده، قلت يلا هلا لبين ما يقوم يروح انا بقوم بنتقل لمحكانه. قام والله ضل قاعد لاخر اليوم لحتى نحن امن علينا رحنا، لحتى قام راح ورانا. يلا قلت بقصقص هالورقات وبلش فيهم شغل، وكيف بدي انقعهم بهالمي اللي جبتها معي، وراح احكي لكم القصه. ماضي العصريات بيكون هيك هجم البق، بتعرفوا البق، ما نحن بنقول له بق، القرص يعني ناموس، وبشعل هالمقدي منه كمان بيهرب الناموس ومنه بطبخ عليها. بيني وبينكم الحكي غليت لك مي بهالبيت تقنينتين وجبتهم معاي بالترموس، ضفت فوق هالورقات هالميات ويا سلام صاروا صفر. ويلا جاهزين لللف، لفيت لكم هاليبرة عندها الصبح ما طولت عليه، بلشت الساعة تقريبا 1:30 لف، هيك للساعة 4 كان كل شيء جاهز، المقدي شاعلي والورق معلق عليه، بتعرفوا انتو ورق الأخضر ما بياكل كتير غلي. غسلت الرز كمان من البيت واجيت لهون، الرز جاهز عليه اللحمة، 5 كاسات رز تقريبا كيلو لحمة، حطيت معلقتين زبدة، زيت أونة، ملح، فلفل أسود. اي انا هيك بستخدم، يعني زيت اونه. شو هي زيت اونه؟ زيت نباتي، اي نوع زيت نباتي نظيف ابيض بضيفه عليها، يعني الكميه شقد مثلا حطيت 1/2 كاسة كبيره مشان يفتح الرز مشان تدهني اللحمه، ما كتير مدهنه وبيدهن ببعضه. والله ما شاء الله يعني ما طولت عليهم لف. وانا مثل ما قلت لكم سبق وحكيت لكم فيديو المحاشي اني كتير بحب الشغل بالطبيعه وبحب هيك اعمل الاكل على المقدي، كتير بحب عش جمال الطبيعه خاصه الصبح، يعني ما بتصدقوا ايش قد بتذكر ايام بسوريا شو كنا نساوي بالمزارع، ما بتصدقوا، لهيك بحب اجواء الطبيعه. اني اتمقله وغير شكل على صوت فيروز مع فنجان القهوه، والقهوه خص نص اللي بساويها على ايدي، خلص بدي انزلكم فيديو على القهوه اللي بساويها، وحياه عيونكم ماني نسيانتكم، كتير صبايا طلبوها مني. كنا اول بسوريا على السريع ينزل الورق، العالم كلها تساوي ورق وكوسة ومن هالاشياء، وتفور العالم على ورق الكوسة الاخضر شيء تمون منه وشيء كذا. هلا بتعرفوا شو؟ اقسم بالله باوروبا هون ما بتلاقوه بالهين، لا الورق الاخضر ولا الملوخية ولا البامية الخضراء. البامية الخضراء اذا بدها تلتقى هون بدها تلتقى كل وحدة هالقدة كبير كتير، فما بنشتريها ما بنستعملها ابدا ابدا ابدا، لا للتيبيس ولا بتصلح لشيء ابدا. انا بفضل اني اخذ البامية المفرزة واطبخها او اليابسة، بتكون بتيجي صغيرة يعني. انتو مثلي اكيد، ما بعرف اكتبوا لي بالتعليقات يسعد قلبكم الجميع، يروح على التعليقات بنات حكوا لي انتو شو بتعملوا، كيف بتطبخوا البامي، تكون صغيرة ولا كبيرة ولا شلون بتعملوها، كيف بتحبوها؟ اكيد انا البامي الصغيرة هي اطيب شيء. اي والله عصيرة البامي انا بقليها، بحب اني اقليها كتير بتطلع طيبة، اذا كانت يابسي بسلقها شوي وبعدين بقليها، يعني غلوتين وبعدين بقليها وبعدين معلق على البندوره كتير بتطلع طيب. بدي اعمل لكم طبخه وانشر لكم اياها، بدي اعملها بجمال الطبيعه. اي والله خلص بدي اعملها على المودي، كتير طيب البامي على المودي، ولا شو رايكم انتو قبل ما تجي الشتويه لحي حالي؟ ايه سعد لي قلبكم وايامكم، انتو عم تحضروا هالفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، اللايك
لان المشاهدات اكثر من اللايكات والتعليقات، الكل يهجم على التعليقات، يعني بناخذ وبنعطي نحن كثير بالتعليقات. على فكره انا هون برد على التعليقات اكثر من التيك توك بكثير. انا من يومين ثلاثه عملت الورق صح، بس لما كنت عم بساوي هالورق تذكرت للمتابعين جدي الله يرحمه، ما بعرف كيف خطر ببالي، وكل ما بساوي ورق عنب بيخطر ببالي، خاصه الورق الاخضر. ايه والله رحمه الله عليه. إيه نحن كانت بنايتنا حره بالخالديه، فكنا عم نعمر الشقة التحتانية وبقلبها جنينة الأرضية يعني، ونحن كنا قاعدين بالطابق الأول الفني. فشو قال لي جدي الله يرحمه، تعالي ساعديني بدي أزرع ودالي، دالي بجنينة. قلت له جدي شو بدك تعمل هلأ بالدالي؟ قال لي لك حاج تلعي، بدي أكل منها عنب الله يرحمه. قلت له طيب. سكتت وزرعها وعطيته مي وسقاها، وطلعت على الماما رقد، قلت لها ماما جدي عامل دالي. قالت لي وين؟ قلت لها تحت زرع لك دالي. قال ماما هون ما اخذت وعطت على فكره، ها يعني سبحان الله 5 سنين وبالفعل اكل منا جدي عنب. ايه والله اكل منا عنب وشبع عنب الله يرحمه. فمدت هالدالي للسطح، عملوا لها اهل سؤالي بس ما اهتموا فيها. ايه والله كانت بنايتنا حره يعني. بس عن جد هالدالي يا بنات ورقاتها غير شكل، بتجنن بتجنن، ولا الحصرم تبعها غير شكل، ولا العنب يا عيني ما شاء الله. يعني بنات شدت بدون اهتمام هالدالي، عبياني والله. بس الماما ترجع تشتري ورق من برا للموني، بس وقت اللي تقطف طبعا وتطبخ تطبخ منها. ايه بس للموني تطلع تبعت تشتري من برا عشان ما تتعذب بتقطيفها وهالاشياء. فكره حتى بلبنان انا لما كنت ساكنه هنيك بمنيه اتنقلنا على مزرعه كمان، هي فتره شهرين قعدنا فيها يعني وقت سافروا اهلي، قعدنا بمزرعه كمان مليانه ورق عنب كلياتها بعل بعل يعني بعل يعني طالعة لحالة. بس عن جد أنا شقد شفت ورق عنب مثل ورق عنب اللي بلبنان اللي طالع بعل، ما شفت رقيق رقيق، صبايا مخملة وحامض حامض. يا الله شو طيب، ما هو طبيعي بيطلع هذا، بيطلع لحاله. اي والله. فكمان هون أنا أطيف وأعمل يعني نجي تحبت الأرض يلي بالمنية تقول لي ليك الخير قدامك، في أكل دنيا، في ورق عنب، في تين، في هيك أشياء يعني فواكه، يعني شو بدك يعني ما تستحي. اي والله حرام الواحد ما بينكر. المهم انا وين ارقد على ورق العنب واعمل يالنجي؟ كنت حامل اليوم متى بوسيم، يعني بتعرف الحامل بتحب شو بتطلب، بتطلب هيك اشياء شغلات الحامضه. فوالله اعمل ورق هالعنب باليالنجي وابعت لهم، وين ابعت شي هني يطلعوا يجوا لعنا. فانا شو اعمل؟ اقدم لهم ورق عنب، ابعت لهم، ابعت لهم صحون لبرا مع جوزي، يطير عقلهم بالنكهه، يطير عقلهم باليالنجي. والله يقولوا لي شو الوصفة وشلون عملتيها وكيف ساويتيها وقولي لنا. ايه والله. واجوا مرة لعندي كمان، هني لعندهم طبعا هني جايين عم زرعتهم يعني، اجوا مرة وقالوا لي ممكن تعملي لنا الخلطة، انا ساويت لهم اياها ولفيت معهم هاليالنجي وانا اللي طبختها. يومتها كمان عملناها على المقدي، بس شو طلعت يالنجي الله اكبر، عن جد الله اكبر، طلعت بتاخد العقل. ايه والله عملناها وعملنا مع تبولي وفطاير اثناءها، يعني عن جد في عندي ذكريات هيك حلوه احيانا بتذكرها بكون نسيانتها، بس سبحان الله اليوم اللي ذكرتها هي اول مره. شايف قلبي يا اكابر من القرن، لازم اروح اشرب كاسه مي وراجعت لكم. بدي احكي لكم، احكي لكم يا اكابر، اذا بدي احكي لكم القصه مسلسل تركي ما رح يخلص. واخذوني يا اكابر، طولت عليكم لبين ما شربت مي ورجعت. وين كنا بالحديث؟ مالكم بطوله السيره ولا ما لقيت لك الا كل يوم هي وبناتها تجي كل يوم هاللبنانيه تجي لعندها هي وبناتها، وبناتها هيك اظافرهم طويله يقولوا لي علمينا ام وسيم، علمينا هاي الطبخه وهاي الطبخه، لك كيف بتعمل الكواج، لك كيف بتعمل المقلوبه، لك كيف بتعمل، ويدوقوا اكلاتي ويطير عقلهم. اقسم بالله يا اكابر، والله والله ما لانه اكلي عم بمدح منه، والله هذا اللي بيصير معي. وين من رحت العالم تعشق اكلاتي، والله العظيم بتوصل معاهم خالي بتقول لك امي صبي لنا سكبي، خالي بتقول لك امي صبي لنا سكبي، ريحه اكلك بشهي. عن جد بنات يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله الحمد لله، انا بفتخر بفتخر بهالشيء بالعكس، وانا كريمه الحمد لله رب العالمين، وبحب طعم الناس ودوقهم من اكلاتي، بقول يلا ما بيأثر. بتباهى من الاخر، انا بتباهى بطبخي. بس مره جاورت لكم وحده ام نجيب، بعت لها الصحون تبعت لي اياهم فاضي. اجت كنيتها من استراليا دعت لي يعني نجي طعقله فيها، قالت لي هيدي الاكله تركيه واكلتها بتركيا، ممكن تعطيني الوصفة تبعها؟ اي والله. قامت قالت لحماتها عملتها قدامي وانا رح ساويها قدامك. اي والله واعمل لك اياها واعطيك وصفتها. قالت لي انا اكلتها بمطاعم تركية بس لهلا ما بنسى طعمتها نفس هاي الطعمة. قلت لها بلا هيدي اكلة تركية، وانا كيف بعرف انها اكلة تركية؟ كنت شوفهم بلميس ويحيى وهالاشياء هاي بالمطاعم انه يقولوا انه ورق عنب بالخضار، بس ما اعرف شو يعني ورق عنب بالخضار، انا افكر ورق عنب بالخضار ما افكر انه هي نفس اليالنجي هاي بايام سوريا اول.
ايه والله تعرفوا انه انا هون لقيت كوساي فاضي، رجعت حشيتها رز. ايه كنت شايلي رز شوي على جنب كان زايد شوي. بتعرفوا انه في كتير صبايا بتسالني على ورق العنب، بقولوا لي ليش بيفلش معنا؟ بتعرفوا انه انا بكبسه كبسي غير شكل، يعني بحط صحن كبير تقالي وفوقه طنجره. كنا اول بسوريا كان في تقالات من هدول الفخاري بجننوا، هلا ما عم لاقي منه طنجرتي، عم لاقي شيء هاي المكسوره وهي المقرومه ببطل اخذ. فبرجع انا شعلت على الورق العنب وغلي ساعه بعد ما خلصت الكوسه وحشيتها بدون ما اسويها، بدون ما احط لها ابدا اي شيء، بس حشيتها عادي يعني غسلتها وحشيتها ورجعت علقت عليها وغطيت عليها. يعني الورق العنب مع الكوسه اخر ساعه استوى، طلعوا اكسلانس، جدا اكسلانس، عن جد طلعت شيء من الاخر هالطبخه. وبالاخير لازم نحمض الورق العنب، انتبهوا ما حدا يحمض الورق العنب بالبداية، اخر شيء لما بيستوي بتحمضيه، اخر ربع ساعه بتخليه بيغلي بيغلي مع الحمض، وبتحط شويه ملح كمان شو بينقصه انت مثل ما بدك بتحبي حمضه، وبعدين بصير غير شكل. بس مثل ما قلت لكم بدي اذكركم بالبدايه ما حدا يحمض الورق العنب ابدا ابدا، ترى بضل معك 5 6 ساعات على النار حتى لو كان اخضر. الواحد عاد بيرجع هو للرأي يعني، ومن نسمع الرأي الاخر عادي اجباري. في ناس تقول لي لازم تتحملي الرأي الاخر، ايه طبعا انا بتحمل الرأي الاخر، واذا كل واحد عنده رأي طبعا، ما بدي يمشي الحياة على كيفي ولا انتو تمشوها على كيفكم، ما بتصير صح. وهلأ من الاخر الطبخ نفس وذوق صح. الصبايا قالوا لي على اللايف انه نحن بنحطه 5 6 ساعات، ايش هو الورق العنب لازم 8 ساعات، هي اللي تقولي لازم 12 ساعة. يا حبايب قلبي نحن الورق العنب هذا اللي عنا كتير رقيق واخضر، يعني ما اكل 2 ساعة ونص، تمام؟ ليش نحن لحتى نحطه 6 ساعات أو 7 ساعات اخضر بيروح شوربة يا اكابر وهيك ورايح نيف وما شاء الله. فالمكبوس اللي بالملح شغل البيت بده 6 7 ساعات وبده 12 ساعة. انا مبلا بوافقكم الرأي على هذا الحكي، بس في عنا هون كمان مطربنات اسمها بيوتنا كمان مثل الورق الاخضر ما بيفرق شيء، بعد الغليان ساعة ونص بيكون خالص رايح نيف مثل اللفيت، وهذا الاخضر بنصحكم تستخدموا منه. ايه والله. فهلا هون انتهت الطبخة ما شاء الله، وقلبلنا هالطنجرة ابو وسيم، ويا عيني يا اكابر ويا عيني شو طلع لكم يا براء من سابع المستحيلات. ولادي مثل القطاط كالعادة يعني ينتظروا الطبخة. شوفي عاد هلا علقوا بالمزح والضحك، كنت مشعلي المسجلة انا يعني ما قدرت اني ليك تطلعي ما شاء الله حليون مثل القطاط، مثل قطاط المطبخ. الله يحميهم ويحمي لكم اطفالكم دخيل قلبكم. لا تنسوا لي اللايك واضغطوا على الجرس وحطوا على كلمة الكل ليصلكم كل جديد من منشوراتي، والشير للاصدقاء لانه التفاعل كتير كتير جدا قليل بصفحتي. يسعد لي ايامكم حبايب قلبي، كتير عم اتعب انا معكم، كتير عم سجلكم وصفات، كتير بتسألوني اسئلة على اللايف وانا بلش بحكي لكم وبقلكم وبسليكم وبتعرفوني انا ما بريدكم خايبين. قلتلكم قلتولي كذا مرة بدنا الحشوة اللي عملتيها بالورق العنب، قلتلكم رح نزلكم اياها على قناة اليوتيوب، وهيدي هي الحشوة قدمتلكم اياها. شاف الفيديو بسرعة فاتك كتير حكي، كتير حكي فاتكم يا صبايا والله العظيم. بنصحكم بس تكونوا فاضيين ومروقين وعم تجهزوا غداكم مثل تقشير بطاطا فاصولية كذا، اعملوا فنجان قهوة وصلوا تليفونكم على شاشة التلفزيون، انه فاتكم كتير حكي قطعتوا انتو. الاكيد البعض انه ما بيكمل الفيديو للاخر، بقطعوا هيك تقطيع بيشوف هيك مختصرات، بس شوفوا انا شو حكيت، حكيت قصص كتير حلوة صارت معانا من ايام الماضي. وهلا هون ما شاء الله كانت قايمة لايامي، العالم كانت عم تعمل سبور. بالفيديو اللي قبله انا نزلت المحاشي بالبندورة على الحطب، كمان حضروه لا تنسوا. وهلا انا راح اتركم مع اولادي والسلام. شو بقولوا 4 3 اتفو ات يلا حط لايك وشير وسبسكرايب ويلا باي. تخيربكم انا.